يا مرحبا ويا مسهلا، اعذروني ما اقدر اصور لكم وجهي لان وجهي منتهي لا بعد درجه، بصور لكم بعد ساعتين. انا زدت قيلوله قويه. على العموم يا ربع، غيرنا زيوت الموتر، زيت الدفرنس، زيت الكير، كل شيء غيرناه، كل شيء حرفيا يعني رتبناه من الى، بس ناقص زيت الماكينه ومويه الرديتر. مويه الرديتر على ما اظن ما احتاج اغيرها، لكن زيت الماكينه استهلك تقريبا 60% منه، يبين عندي في الطبلون انه استهلك 60% منه، فلازم نروح للشارع الملكي ناخذ لنا سيفون اللي هو فلتر الزيت ونروح نغير زيته على طول. واقفين المحل رقم 4، متأملين فيه خير ان شاء الله، وان شاء الله نلقى السيفون. مصيبه 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 مصيبه، اذا كنت تدور شيء يعني تقريبا موجود. ان شاء الله ان شاء الله نلقاه. سيفون سيفون اتعذب معه، لونه كامري وانا واقف. ابشركم حصلنا هذا، والله ودي اخذ تنين. بدون مبالغه، علامه الشفروليت السوداء لحد الآن لها حدود الشهرين ما وصلت، فايش بنسوي؟ هي بتوصل إن شاء الله، بس ما أدري متى بتوصل، بعد شهر زيادة ما أدري، طولتها باختصار. فاليوم ودي أنا شوفوا أكثر شيء تحمس للعلامة، فشكلنا بنجلد العلامة هذه زين، بس شكل لين تجي العلامة فيك، لأن أغلب حق الكمار مجلدينها، فبجلدها وبغير الزيت اليوم. وقفنا مع زينب بنسألها بكم بيجلدها وشلون وشو الطريقة. طيب قال لي أسويها لك وخلال إن شاء الله ربع ساعة 10 دقائق خالصين الثنتين، بنجلدها بنشوف شكلها بالعلامة السوداء. بدأ بالشغل الآن وقاعد يرتبها. أيوة إيه هذا الكلام يا شيخ، هذا الكلام. ركب عليها حرارة، يبقى الثاني، يبدأ في العلامة الثانية الآن، بعدها على طول نروح نغير زيت الموتور. نقدر نقول كذا خلصنا. والله جميلة يا الربع، جميلة يعني مع أنها بسيطة بس تغير والله من شكل الموتور.